في الخمسينيات من القرن الماضي، كانت الرحلة من لندن إلى نيويورك تستغرق 13 ساعة مرهقة. طوال الوقت الذي يتحمل فيه المسافرون ضجيج واهتزازات المحركات المكبسية، بالإضافة إلى ذلك أصوات عواصف في سماء المحيط الأطلسي. وبعدها جاءت الطائرات النفاثة وحلقت فوق الطقس، وتم قطع رحلة جوية من لندن إلى نيويورك في 7 ساعات. فقد أحدث عصر الطائرات النفاثة ثورة في السفر الجوي، ولكن كانت هناك قفزة أكبر إلى الأمام، كانت قاب قوسين أو أدنى. وبعد سنوات قليلة ظهرت طائرة نقل مسافرين فريدة من نوعها، كانت تسافر ضعف سرعة الصوت وتطير مباشرة على حافة الفضاء، وتقطع الرحلة من لندن إلى نيويورك في 3 ساعات ونصف فقط. كان من المفترض أن تكون القفزة العملاقة التالية إلى الأمام، ولكن بدلا من ذلك سينتهي الأمر بهذه الفكرة الرائدة إلى أكبر العثرات في تاريخ الطيران التجاري. في سنة 1947 اخترقت طائرة أمريكية حاجز الصوت. كانت أول مرة في التاريخ تسجل طائرة تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت. يزيل هذا الإنجاز الضخم أي شكوك حول ما إذا كان الإنسان أو الآلة يستطيعان حتى تحمل الطيران الأسرع من الصوت. وكانت هذه مجرد البداية، وسرعان ما تبعت سجلات السرعة الجديدة، حيث أصبحت الرحلات الأسرع من الصوت مفهومة عن نطاق واسع. ولم يمضي وقت طويل قبل أن تحلق الطائرات العسكرية بشكل روتيني بعيدا عن حاجز الصوت. ولكن إذا كان من الممكن بناء طائرة تجارية للقيام بنفس الشيء، فيمكن قطع رحلة عبر المحيط الأطلسي في 7 ساعات فقط، مما يقرب العالم من بعضه البعض. لكن الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت يتطلب محركات أقوى بمرتين على الأقل من تلك الموجودة على الطائرات النفاثة دون سرعة الصوت. ولكن كانت هناك عقبات تقنية، فهل تستطيع الطائرات التجارية ذات الأجنحة المبسطة وهياكلها والمواد الموجودة فيها التي يسببها احتكاك الهواء عند الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت؟ وبسبب هذه المشاكل التقنية كانت هناك شكوك في إمكانية السفر الجوي الأسرع من الصوت منطقيا. ولكن السوفييت كانوا أول من طبق هذه الفكرة في الواقع، وكانت طائرة توبوليف 144 أسرع من الصوت أول طائرة تجارية. وبعد مدة قليلة ظهرت طائرة غربية ذات خصائص مشابهة وتدعى طائرة الكونكورد. في عام 1949 أظهر البريطانيون للعالم أولى طائرة نفاثة طارت أسرع وأعلى من أي طائرة قبلها، وتدعى طائرة كوميت. كان ذلك حتى تسبب عيب في تصميم في سلسلة من الحوادث المميتة التي أدت مؤقتا إلى تعليق تصنيعها وهروب خطوط الطيران من شراء هذه الطائرة التي كانت فخرا لبريطانيا. وبحلول عام 1960 أصبحت شركة صناعة الطائرات الأمريكية تهيمن على صناعة الطائرات التجارية، وسرعان ما فقد البريطانيون تقدمهم المبكر في عصر الطائرات. ولكن إذا كان السفر الجوي الأسرع من الصوت هو الطفرة التي يبحث عنها البريطانيون، فستتيح الفرصة لهم لاستعادة الصدارة في تصنيع الطائرات التجارية. وبحلول عام 1961 توصل البريطانيون إلى تصميم مبكر لطائرة أسرع من الصوت. في الوقت نفسه كان الفرنسيون يعملون أيضا على مفهوم مماثل، لذلك قرر البريطانيون والفرنسيون إبرام صفقة سياسية تهدف إلى توحيد الجهود لتصنيع طائرة مشتركة، حيث دخلت الدولتان في شراكة لإطلاق برنامج كونكورد في سنة 1962، حيث تم تكليف آلاف من ألمع المهندسين الفرنسيين والبريطانيين بالعمل لجعل السفر الجوي الأسرع من الصوت حقيقة واقعة. كان الكونكورد المشروع الأكثر طموحا من الناحية الفنية في القرن، حيث كان تطير بسرعة ضعف سرعة الصوت مع نطاق كاف للطيران عبر الأطلسي. على الرغم من أنها ستحرق المزيد من الوقود، إلا أن الكونكورد ستقوم برحلتين في نفس الوقت. يمكن لطائرة عادية أن تجعل تكلفة الوقود أعلى من خلال تقليل عدد الطائرات اللازمة لكل مسار. بحلول عام 1963 كانت النماذج النموذجية تستحوذ على خيال العالم، وأذهلت الصحافة وشركات الطيران، حيث أبدت الكثير من خطوط الجوية رغبتها باقتناء طائرة الكونكورد. تتميز الكونكورد بتصميم أنيق، حيث تم تصميمها بجناح دلتا، حيث استغرق هذا التصميم أكثر من 5000 ساعة من الاختبارات، وهي مزودة أيضا ب4 محركات من نوع أولمبوس تعتمد على تلك المستخدمة في القاذفة البريطانية أفرو فولكان. إنها واحدة من الطائرات التجارية القليلة التي تستخدم تصميما عديم الذيل. وأما عن أنف الطائرة فتم خفضه بزاوية معينة إلى الأسفل
وهذا لمنح طيارينا رؤية أفضل أثناء الإقلاع أو الهبوط. كانت الكونكورد رائدة في أنها مزودة بأجنحة دالتا مزدوجة ونظام مدخل سحب هواء المحرك المتغير يتم التحكم فيه بواسطة أجهزة كمبيوتر رقمية، والقدرة على الوصول إلى سرعة فوق سرعة الصوت دون استخدام الحريق اللاحق. كل هذه الخصائص جعلت من الكونكورد إنجازا هندسيا رائدا. عندما هبطت طائرة الكونكورد اتصل عشرات الأشخاص بالمطار للشكوى من الضوضاء، لكن أولئك الذين يعيشون بالقرب من مدارج مطار كينيدي يزعمون بأنها الطائرة الأكثر ضوضاء في العالم. كانت الكونكورد تستهلك كمية ضخمة من الوقود، وذلك بسبب قوة محركاتها الأربعة، حيث كانت تستهلك 2 طن من الوقود أثناء سيرها في مدرج الإقلاع فقط، وتحرق أكثر من 100 طن في رحلة من لندن إلى نيويورك، بينما طائرة البوينغ 777 كانت تستهلك 44 طنا وتحمل 3 أضعاف المسافرين من الكونكورد. وتلك السرعة العالية جعلت درجة حرارة الهيكل تصل إلى درجات عالية جدا، وهذا ما يتطلب أنظمة تبريد في الأجنحة والنوافذ. ومن أهم أسباب إيقاف الكونكورد هو إلغاء الكثير من الدول الرحلات الأسرع من الصوت بسبب الضوضاء العالية، بالإضافة إلى التلوث البيئي الكبير. وفي يونيو سنة 2000 تحركت الكونكورد على مطار شارل دي غول منطلقة من باريس إلى نيويورك، وأثناء سيرها على المدرج وهي مستعدة للإقلاع كانت توجد قطعة معدنية اخترقت إطارة الكونكورد، وبعدها انفجرت العجلة وتأثر خزان الوقود واشتعل، ولم تستطع المحركات تزويد الطائرة بالقوة الكافية فسقطت وتحطمت الطائرة في ضواحي غونيس الباريسية. وبعد سنتين وبسبب ارتفاع تكاليف الصيانة أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية والبريطانية توقف العمل بالكونكورد بعد 27 سنة في الخدمة.